الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وكتابك إني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. وانا درسك إني كوبي اللباتنات وحكب الأبنى حديثك الصدح بقول السقاشن يشم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك وحال قورنا قال وحولي بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحود ريصرية عيدا يقال لهم القراء وقراء لإلهه منك القرآن كي يغانو أو تدباتنا أيو دري نبي صلى الله عليه وسلم وحاونا أدري نمنك غير نجديب أدري سعي إسلام كأوي يران كدبنا ننك لورنجري عامر بن الضفيل يا جماعة وتو أيال لاي نمنكاس قرادة إلهي سبحانه وتعالى حامل القرآن كالرسالة دي الله سبحانه وتعالى حنبارسنا هو سعديس بكشكين بعث وحدر النبي صلى الله عليه وسلم سرية عيدا بودر النبي صلى الله عليه وسلم عليه سرية وحليا سهن كالنبي قل صحن يقال لهم القراء وقراء ليلهد فأصيبوا والا أصيبي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمانا أرقوا وجد عروضي على شيء شيء دشوا عروضي ما وجد عليهم كوا دشوا ذي انتوا عروضي فقنته قنود النبي شهرا بالبو قنود في صلاة الفجر صلاة الصبح ويقول يعني وحنا لي النبي إن عصية إن عصية عصوا الله ورسوله إن عصية لمنك عصية لإله عصوا الله ورسوله ألاقي رسولك سيعاصيين قبائل كقارن وود عيني قارن وهباري لمنك رعل يذكوان يكون لمتك يعني ينونك الرهم وذلك كم يدهانه وهباري غفار إيو أسلم إيو كوان وأود عيني غفار غفرها الله يعني أسلم سالمها الله. إمام مسلم في صحيح يكون يليح بقول تدواتنا يتدوى حديث يعني قداشي سلام بقول سلاشنا يسقال أخرجه البخاري في كتاب دعوات باب الدعاء إلى المشركين حبارك مشركين تا يقالد الله حبار إيو صدح اللي حكم صدح بقول سلاشنا أفر باب كاسو كسو أروليي باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها عباب هي قضاء الصلاة الصلاة إن لقلي الفائتة تكتي قفك دافتي صلاة تكتي قفك دافتي إن لقلي واستحباب تعجيل قضائها يقله هذا إن لددشيو إن سنتها يحبونتها أي باب هي. قال الإمام رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين قالوا حول أنهم يو صحابة كانوا وحيهاين مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لشركيسة في مصير صعد بين النبي قال لسعودين فأدلجوا ويقوريين ليلتهم هبين كوديب يقوريين وهبين كيولن بيسعونيين حتى إذا كان إلهو هذا وجه الصبح يعني الصبح مركو صعد وهذا وجه كيسي مقابل كيسي لقاري أي عرسوا أي دقين تعريسك وحالها يعني النزول في الليل والصعود يا سفر يا صعدا لوجره يهبين كلا فرتالينا عرس ويدجن وجديد كودي ما فرتين فغلبتهم وحاك قالب نقطة أعينهم من دهودي حتى ارتفعت الشمس إلى قرحة أي سكر نقطي فكان أول من استيقظ الروح يجهر يبرر ويوحها يعني من منامه وردي سكبرر أبو بكر أبو بكر بوها وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لقمته سنجرين أما لقم برارو سنجرين من منامه وردديسة حتى يستيقظ إلى ويسق صوته وإسكي صوته فاستيقظ عمر باب برارو فقعد وحو فلسطي أبو بكر بو فلسطي عند أبو بكر با فلسطي عند رأسه مدحي ساكتيس فجعل وحو قدق لي عمر يكبر إنه تكبيرنا يا الله أكبر إليه أو يرفع الصوت ويعود كيسا وكر قاضي حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم
حتى استيقظ إلى أبرارجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أبرارجي فنزل وادجي يعني ماشي وهوس أيوجدجين وصلى بين الغداة صلاة الصبح ونتوجي النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل الرجل النبى دراضي أو من القوم قوم كي كمدا يعني أياك دراضي ولم يصلي معنا لشرك أن لا تكن فلما انصرف مرق النبي صلاة وكبح صلاة وكقدومي قالوا حريا فلان ما يمنعك محاكودي دي أن تصلي معنا هبلو إن أدنالتك محاكودي دي أبو النبي صلوات الله وسلام عليه قالوا حريا أصابتني جنابة جنابة يقول عضي ولا ما أبي رمحيست الرواية كالترا فأمره حفر النبي صلوات الله وسلام عليه أن يتيمم إنو كو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 
وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوي لي في ركوب قديد وبين يديه هرتيساء قديد هرتيساء أبو يفوشي أبو لي عمران الحسين وقد عدشنا وان أوني وان هرادنا عدشا أون وشديدا درنبا أوني فبينما قوروا نحن أن نقول نسير أن نسعننا إذا نحن بإمرأة سادلة رجليها بين مزادتين وقت أن أوني وهرادي أون أو يديف يعني مركا أين هيستو إذا نحن بإمرأة وأن نقول مركا هويني يعني مركا أكثر كسوبا هويني وأن نقول صوب أحدا هاويني داسو سادلة لاد لادسي بين رجليها لبدي دلغو دحي ذاك لادس رجليها لبدي دلغو دحي ذاك لادسي بين مزادتين يعني لبس برار دحود بيك لادس فقلت لها وحنكور أين الماء به آوي بي حقي وقلو فقال روحي تري إنه أرنج يشاني وحوية لا ماء بي مجران فقلنا وحنوني كم يعني إمي ساي أود حيسا كم بين أهلك وبين الماء أهل كاغي قرية ميش أوتي رؤية بيها إنت أود حيس مسافة ربع المركع عيل كاغي بيها أود وينك قياسا قال روحيت لي يوم وليلة هبين إي مالين ما أود حيس فقلنا وحانون الإنطلقي نبح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى حقيس قالت وحيت وما رسول الله رسولك إلى محويه صحابي وحوله فلم نملكها مانا ملك سينين من أمرها تلدي دي أمانا دي من حتى استقبلنا بها إلى أن لصو قابلنا أكيرني النبي صلى الله عليه وسلم نبيك أن أكيرني فحدثته وحيو شكتي نبيك بمثل الذي كي أوكل حدثتنا إنه شكتي غير أنها لكن سي يدو حدثته وحيوش يكتي نبيك صلوات الله وسلام عليه وحيوش يكتي أنها مؤتمة أقول لي إني تحي الماء أقول إني كتم فأمر نبيك صلوات الله وسلام عليه أمر بكبحي بمزادتيها لبدا يدي استبرار أي سيدتي أما لبدا يدي وناد وبدا نود فمسحه مسحي نبيك هل صفر إلى هل سودتي فمسحه مسحي في العزلاوين لبدا الناس وكما صحيهم سبراك يعني اللقطة مال يعني الناس وكلاه وبيها إلى مركز لقعبه أي ترميشي ومسح فشربنا ونعبني عداشا حالا نهيكو هرادا أما أمن 40 رجلا أفرت من أي نكعب حتى روينا إلى أن عكنا أني إلى أن أم بحني فملأنا ونبحني كل غربة والكستا سبرار كستا ومعنا لشركة إيقاها يا وإداوة ويسكستا غير أنه لكن سلم نسق ما نوراب بعير النفقي لما نوراب يعني ددك بأفكود يعبي ويلك أي ستين نبيي كبو حسدين لكن حوله ما نوراب وهي تكاد وحيسكسا يعني مكا تنيض يعني إن يد الله من المل بحسن كأي بحسن تيدرتيد ثم ذا قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم عليه هاتوا ما عندكم اوكي انا وحا اتينا فجمع الله وحالو سوروري من الكسري يعني غوبلو تشجب او كيمسا ما جباتي لو سوروري اي وتمر تمر با لو سوروري حتى اتت اهلها اهل كيدي راي وتقتي قالت وحي تر لقيت وحان لكل ما اسحر الناس ذاتك متكي او سحرك بدنا بان لكل وحي تر
أو هو النبي أما والنبي كما زعموا سيدا شيغين فهدى الله إلهي باكوهن ذلك الصرم قويسسكاس صرم وحال إلى هذا أبيات مجتمع حينتا قويسسكا أما قويسسكاس أيا إلهي سبحانه وتعالى سببت وكوهن يعني بتلك المرأة هوين ذا إيضا فأسلمت وي إسلامتي وإلهي بيسود يبتو نبي غير رميسي وأسلموا إيقنا وإسلامين أو هو قاسمين سببت أي سببت يضعوا إسلامين نوحي أهي مركا نبي غير صلوات الله والسلام عليه السحابة يسو إيقوا دولانا أي صومران هواني دان هريرا هاي كامر يترين مركا سيتر وحكا لأن من كان هريرا هاي إنو قمر ما يعني يعني وحي دوني يعني أما إنو إسلامنا أما مالين دنبون بإنو سوچي سنية أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام باب كعلامة النبي نمذا قصاب سن إسلام كالحديثة لحب قل يسديتني لو مسلم كوري بخاري نصدح كون شنب قل خطباتني يكو ترجمة يا حديث قويس مضابقين يا نوميشي صلاة أي كرد أفطي ويكت قورين كدبنا إسلامركي بصلاة ويسوق الليين حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من نسي صلاة صلاة روحه المام فليصليها إذا ذكرها مركو حصوص تهاتو كذو لا كفارة لها كفارة لملك إلا ذلك أرنك مويان وأقم الصلاة لذكر أي أخري وأقم الصلاة صلاة أوب لذكر حصوص شد إذا أما حصك يدو أوب عليه سبحانه وتعالى إمام مسلم في صحيح كورنية عكورنا يا لحب قل تضواتنا يا صدح كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة يبخارنا كورنا يا شنب قل سغاشنا يتضو كتاب صلاة المسافرين وقصرها حقو كتاب هاي صلاة مسافرين تا هي قابنتي صلاة دا صفر كالقابنة يي باب صلاة المسافرين وقصرها صلاة المسافرين تأي بابها إيه قابن تيدي لقابني حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وحال قوري قالت وحي تري فرض الله قال وحو واجبي وفرض يلي الصلاة صلاة حين فرضها مركو فرل يلي مركو قال سبحانه وتعالى واجبي رقعتين رقعتين لبلب رقعة ضيضة في الحضر والسفر نقادية iya safarka iyo socdaalka ba markii hore ee salaada la waajibiyay laba laba rakacood bay ahayd fa uqirrat wa hal sugay salatu safari saladi safarka ayaa lagu sugay laba rakacood labadii rakacood baa loo daayay wazida wal siyadi fi salati al hadari saladi nagaadiga ee qofku uu nagaa ee marka biladkiisa iyo deegaankiisa uu iska joogay ayada waa yaani wal siyadi oo afar afar rakacood baa laga dhigay مسلم بابورني في صحيح الليح بقول يو سديت نيشن بخاري وحكورني يا باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء يعني صدح بقول يكون تن رقم كأن حديث ابن عمر عبد الله بن عمر وحال قوري عن حفص بن عاصم قالوا حدثنا ابن عمر ابن عمر بانو ورحمي فقالوا حلي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايا لصاحبي فلم أرهمانا أرق نبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسوى سنية في السفر سفر كالحديثة وقال الله جل ذكره ألا وحوي لحسك سكري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ألا وحوي سبحانه وتعالى لقد كان لكم محايد كسقناتي يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لحديثة وحايد كسقناتي أسوة حسنة قضية شوان أكسن إن النبي كردن بيل غادتان محايا لي أفعاشي سئي أقواش النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحلقو تشدين أيا أو تشريعا روح مركو مسافر يهي سو مقلص يعني مركز سو نياشي راتبة هاي متوكني يمسي متوكني أنس بن مالك بن عمر وحولي هاي من أرق نبي صلى الله عليه وسلم عليه إساقو يعني سفر كجرة أو سو نيستي صحابة كلاوي سنستين سفر النبي صلى الله عليه وسلم على مركو كتره صلاة الصبح اللي بدأ يدرك عدود يوتر اللي بدأ كمتة جترين لكن سنياشة كلمة كنين
مسلم بابورنا يلح بقول سديتنا يسجل أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب من لم يتوضع يعني لم يتضوع في صفر دبر الصلاة وقبلها. من لم يتضوع روحا صنيسا في صفر سفر كدحيس دبر الصلاة صلاة قداش وقبلها هرتيذا يكون يكون يبقل يكو. حديث أنس بن مالك قال وحر صليت الظهر الظهر كيبان تكذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قال لك سالت كذي بالمدينة مقالد مدينة أربعا أفرق عدود بان لتكذي وبدي الحليفة دي الحليفة ميش الإلهدنا رقعتين إلا برقع عدود بان لتكذي مركا دي الحليفة لحميل بي مركا أجرتا يعني مركا سنبي صلوات الله وسلام عليه مقالد المدينة لحميل بي أجرتا أما تضبن ميل مركا وعدور يطبن كيلومتر وحور لقم مانتا وحلقة قادنا يا مركا سفرك إنان ولهين مسافة حديدني عرفي قلو عرنا يوحك استقول إلهدو سفر لإلهدو يعني مركا ونقونيو سفر ونقونيو أحكامتي سفرك إيا الرقصدي سفرك إيا الصلادي إلا سوء قابينا يعني مركا وقادني بخاري ما ورنيا في صحيحي بكورنيا كون إيا سديتنا يسقال بكورنيا مسلم نوح بكورنيا ليح بقول سغاشنا يلبو. حديث أنس بن مالك قال وحولي خرجنا وانبحني مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قال لشركي سانه ولصعنا من المدينة مقالد مدينة نكبحني إلى مكة مكة حق إذا أدني فكان وحوى النبي يصلي رقعتين رقعتين لبا لبا رقع عدود بتكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى رجعنا إلى أن كل أبني وكل نقني إلى المدينة مقالد مدينة إلى أن كل نقن. قلت وحان النبي يراوي حديث كورنية أقمت ما كن نقاتين بويدي أنس بمكة شيئا ما كان مدو ما كن نقاتين. قال وحوى أقمنا بها عشرا يعني وحن كنا جاني عشرة طبعاً بأن كنا جاني سقالي طبعاً بمدد أقول بدنا يعني مركز الشيء ده مدد مركز تحديد ك يعني مركز ملها وحيكون حرنتا يقف ك يعني أنت أونية ذكوها يضن تيسينا أنا أولمان نقشة أونية ذكوها يو مسلم بورنا في صحيح اللح بقول سقاشنا يصدق بخارنا وحكورنا يعني يكون يسديتنا يكو رقم كابكورنا. باب قصر الصلاة صلاة قابنتي دي وباب يهي بمنا من ميش لله الصلاة دي أن لغو قابي. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وحولي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قال لتك دي بمنا ميش لله رقعتين لما رقع عدود بان لتك دي وأبو بكر أبو بكر بان لتك دي وقت قسي وعمر ومع عثمان عثمان بان لتك دي صدرا قيب ومن إمارته إمارته سي كمذا وقت قفر المدحت نمذي سي كمذا ثم أتمها ودميستري عثمان بعد ميستري واجتهاد يسق أوليمي يعني أيوه ولدتك أعراب تيسوح حشيرية وحن كم بقيا إنا أوقاتان إن يعني مركز صلاة دبلا بدها رجع ضايته لكن صحابه واقو إنكرين اجتهاد كأوسمي وخارب في صحيح يكون إن يكون يسديتنا يلبا مسلم لو حكور إن يلح بقول سقاشنا يلبا لح بقول سقاشنا يشان رقمك. حديثك هي ترجمة دنو اسم دابقين يانو من أمرك اللي تشوغي الروحي حاجيها ومن تشوغو صلاة دي وقابين يا الله والبرك عدود بتكن يا. حديث حارسة بن وهب الخزاعي قال وحر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قايانا تشي ونحن أنقو أكثر ما كنا قد يعني أنقو أغبضا إنتان أهين يعني وقتك أن أغبضنين بونا تشي نبيو وآمنه أنجو أجو أمني إيه نبت قليل بدن بمن من أي نجو تجي رقعتين إلا برقع عدود وحول الله حضايا قرآنك سو قامين تا صلاة لا سو قامين أيو إلا دو كحري إن عدو إيه بغدين أي شرطو أيا كم وقتا قرآنك ظاهر كيس ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا دم بدوشي نما أهاني وحدي بنما أهاني هذا كبق ذا كوي قال هذا إلى إذن فتنيان صلاة إن تصو جابسان مركا وحولي أن نجو حاجة عددهان أغبضا أمني إن بتجلي ذا أنه هاي سنة يعني عدنا أن كبقين أيوة لبر عدوت كذي مركا يعني سفر كأيا علذي مركا وحي كوبا نتها سفر كأي صعلال ك مركا استو صعلال هي سفر لوتشرو صلاة ولا جابلايا. إمام مسلم في صحيح يقول إن يلح بقول سلاش إن يلح بخاري وحكور يكون لح بقول كنت يلح
باب الصلاة في الرحال في المطر حباب يا الصلاة دي قريها إن لقوت كنيو وقت الروب كوجرو حديث ابن عمر عبد الله بن عمر وحلقوري أنه أذن بالصلاة الصلاة دي بآدمي في ليلة هبين ذات برد قبل صاحبه إيه والريح ضبيل ثم قالوا حل على صلوا في الرحال ورهوياي ورقريها كوتو كذا ثم قالوا حل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه كان وحا يأمر المؤذن مؤذن كفرجري إذا كانت مركيتي ليلة هبين ذات برد ومضر قبل إيه روب صاحبه يقول حلني على صلوا في الرحال ورهو يقوليها كنت كذا ورهوها كنت كذا ورهوها ينبيه صلى الله عليه وسلم معانوه نوحوي دينتين قواعد إذا أصلك وحاكم إذا من باب رفع الحرج والمشق إلهي حلي وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قاعدة من قواعد الفقه نوحوي المشقة تجلب تيسير هذه الامتماد وحي كنستا يعني فضايدين بي كنستا مسلم باورنا يليح بقول سياش نيتدور رقم كا بقارن وحكور يليح بقول لحدن يليح حديث ابن عباس عبد الله بن عباس وحال قوري قال وحل لمؤدينه مؤدين كسي وحكور في يوم مضير مال الروب لوحكور إذا قلت مركات لهذا أشهد أن محمدا رسول الله يعني نبي محمد ورسولك إلهي فلا تقول هؤلاء حي على الصلاة قلوا حتى صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم قريه نكوت كذا فكأن الناس صدتك واحد مودا استنكروا إلي إنكرين أرنك أيكو إنكرين قالوا حر فعله حاسمي من هو خير مني حاني إيهاي ستا وحاسمي صحابة مرك فعل أي سميان وحي دليل أسوء قادن شري النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الجمعة جمعه عزمة وواجب وإني أنون كريت وحان عبست أن خرجكم من الصبحية وفتمشون آت سعطان في الدين لو بضع يوضح دي يوميشا آت كسي برحان نيسان يعني آت كسي بنيسان ليح بقول السقاشن يسقال بمسلم وكورن يا وقارن وحكورن يا سقال بقول يكو باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المضر قال الإمام رحمه الله تعالى باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حباب يهي صلاة صنه إني بنانتهي بنانا شهدي باب يهي على الدابة دابد يقاديد كدوش إذا إلا قلت كده في السفر السفر كالحديثة حيث توجهت ملكستو أي أجيستو وقبلتي إلا قابلو روحي مسافر كهاي قاديد كدوش إذا قلت كني إنا نشاردي هاي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنه قال وحر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحا يصلي في السفر سفر كأي كتبني على راحلتي قاديد كي سدوشي سكتبني حيث توجهت به ملك استوائي ولجسد يؤمي وإشاري إماء إشارت بإشاري صلاة الليل صلاة هبينك إلا الفرائد فرلك مويانا فرلك نورك كتبني ويوترون ويتريني على راحلتي قاديد كيسا دوشيسا أيوكو ويتريني ويترقين ويكتبني إمام مسلم باورين يتضوبق الرقم كابكورني بخارنا باب الوتر في السفر أيوكورني رقم ككن حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبي واركي صلى يسقو تكني صبحة الليل صنه همين كيسقو تكني في السفر سفر الحديثة على ظهر راحلته راحلتي سي قاديد كي سدوش يدن كنتو كني حيث توجهت ملك استو ايولتي ستو امام مسلم باورنا يو حديث كتضوب بقول قداشي سكورنا وغارنا كون بقول يصدح بكورنا حديث أنس بن مالك عن أنس بن سيرين قال وحري استقبلنا أنسا أنس بن سوقا بالني أنس بن كورتغنا نبو سود وينين حين قدم مركو كسو قلي من الشام شام وكسو قلي فلقيناه حنقول كلنا بعين تمر مشليرة وعمل يعني مركب أدو ضرف العراق ودنك شام حكته فرأيته حنرك أنس بن مالك يصلي سقط كني على حمار دمير دوش يكوت كني ووجه وجهي سنا من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة دنك قبلة بيدحي إذا مركب أوجر فقلت حنر رأيتك وحنك أركي تصلي أديك كني
لغير القبلة قبلة ميال أنا هين هدي بقوت كنية. فقال وحري لولا هدي لا يهي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله إنا نركي وفعله سيدا سميي لم أفعله ما ننصميين هذان النبي محمد كقضى يلي. مسلم باورني في صحيح كورني رقم كتضوب قل يلب كورني إمام البخاري وحكور يكون يسقاشني يكون رقم كأه. باب جواز الجمع بين الصلاتين في الصفر حباب يهي اللب الصلاة دود إلا جمعي اللي سقي يبنانا شهيدي صفر كالحديثة وأما جمع التقديم للصميه أما جمع التأخير للصميه. حديث ابن عمر عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنه قال وحي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الكي إذا أعجله السير صعد كمركو ددتي في صفر صفرك يؤخر وحود دبلي صلاة المغرب صلاة المغرب دبلي حتى يجمع بينها وبين العشاء إلى ويضا إيه صلاة العشاء أو كل ميو عشيه إيه مغرب كي مركو إسكو دارو يعني واجمع تأخير مركو. مسلم باورنا يتضابق ليصدح بكورنا يا وقارن في صحيح حكورنا يصلي المغرب الثلاثا في الصفر. حديث أنس بن مالك قال وحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا ارتحل مركو رتو قاديد كيسة قبل أن تزيق الشمس قرحد أنت أن يسولين أنا إيلا أخر الظهر ظهر كي يدب لي إلى وقت العصر إلى وقت العصر كلا قال ثم نزل ودي نبي فجمع بينهما لما دي الصلاة عصر كي يظهر كي يجمعي يسوقي فإن زاقت الشمس قرحد هدي سوشو أو وقت السوال كي اللي قالوا أو سمد برتن كي أي يعني أي ما كأي لطولنك قلبت أو إيلتو نبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يرتحل أنت أنو قورن كور صلى الظهر الظهر كنت كنا يي ثم ركب قاديد كي سايفو ليي. إمام مسلم باورنا يتضابق لي أفر رقم كان وقارن في صحيح بكورنا يا كم بقول يا لبي تمر رقم كان باب إذا ارتحل بعدما ساقت الشمس صلى الظهر ثم ركب. باب الجمع كل منتي إلا كل مني وباب يهي بين الصلاتين بين الصلاتين اللي بصلا نحفظ في الحضر النقاديق اللي هو كل مني أيضا الصفر يعني مركا الروب آنو تشرين صلاته ما اللي كل منك عمرك قاركود ها. حديث ابن عباس قال وحوري رضي الله عنه قال وحوري صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لتك ذي ثمانيا سديد بان لتك ذي يعني جميعا أول جمعيي وسبعا تدبان لتك ذي جميعا رمان. رواية مسلم وحيت راه في غير خوف ولا سفر أيضا عبسي إيا سفرتونا آنو تشرين أيا لتك ذي مركا مرارك غاركون إذا دعت الحاجة هدي حاجة إيا باهدة إيا ضنتو أي كنتو إن لجمعين كرو أيضا أن لعادي سنة وعادة لغريرين. أخرجه البخاري بخاري ما صوصاري في كتاب التهجد وكسوصاري رقم ككون بقول تضباطني أفر. باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال حباب يحيي إنا يبنان تحي الانصراف سوقدونك وسوقدومي الروحو من الصلاة صلاة وكسوقدومي عن اليمين حق ميدك تأينو يسكسو قديو إيه والشمال يبيدح لأنه يسكسو قديو ميدول بينه يبنان تحي مركو الصلاة من أقصده إيه ربو إمامك يددك إنو كسو تشيستو مدنك بيديك بوكسو وريق يا اسكسو قدينايا مدنك بيديك بوكسو قدينايا الله بضب ويكوبان أنت. حديث عبد الله بن مسعود قال وحلي لا يجعل يانو يلين أحدكم يتكين للشيطان شيئا من صلاته شيطانك قيب صلاة سكم إذا يانو يلين يرى وحوارك يا أن حقا عليه دوشي سإني حق وطهي أن لا ينصرف إنا نكقدوم إلا عن يمينه ميديك تيسمويانه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لك كثيرا إن بضن ينصرف عن يساره بدحدي سيسق وكقدومي مسلم باورنا يتضوب قول يسديد يتورقم كا أي كورنا يا بخارنا وحكورنا يا سديد بقول كنتر يا لهم. باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن وحباب هي كراهة الشروع يعني إلا نعبستي إلا قد قالوا في نافلة سنة إن لقد قالوا بعد شروع المؤذن مؤذن كي مركو أقيم كي أقود قالي صلاة الله أقيمين وهي صلاة سنة إن لقلام بنانا. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وحرك رجلا والحال قد أقيمت الصلاة صلاة لا أقيم يصلي تكني ركعتين لا ركعة تكني. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركو صلاة كبحي لا سبيه الناس ضدك يعني كسو أوروري أو إسكوريتي لا سبي معنى اجتمعوا وأداروا به ويكسو أوروري مكاسي هرالية. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحكول الصبح أربعا الصبح أربعا صبح ما أفر با صبح ما أفر با بكل مركا وقابل لضيفان ونبي صلوات الله والسلام عليه أسلوبك يقاببك أمد وحوش يدي تري كمدا وإنكرا يا لكن إنكرا دي سن باوحي تايمد لضيفانو صبح ما أفر با دوم لينسا صبح ما أفر با دوم لينسا بكل مسلم باورنا يتضوب قول يكوب يتوان بقارنا باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذه صلاة الله أقيم وصلاة الله أقيم واجب كامو هي صلاة كلي لما تكري لحب قول لحبنا يصدح. باب استحباب تحية المسجد برقعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات وحباب استحباب إن سنتها تحية المسجد يعني تحية المسجد صلاة مساجد كبرقعتين اللي برقع دودين لقو السلامة لا برجع عدو تروحين وتكذو الصلاة في مساجد كليا يا وكرهة الجلوس يا فرق إلا النعبة يستول لك هذي من قبل صلاتهما أنت لتقبل قبل صلاتهما أنت لتكون كهر وأنها لا برجع عدو السنة هي مشروعة إن مشروع تهي ولا كذي في جميع الأوقات وقت يدا لما أنت إمامك هلق وحكسر يا حتى وقت يدي كره هذا إيه صلاة السنة هل نهي حداد مساجدك سوقش تحية المسجد كي واتكنس حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حولي إذا دخل أحدكم المسجد متكين مركو قال يعني مساجدك أو قالوا فليركع ركعتين إلا مركع ذو كذو قبل أن يجلس إنتان فريسا كهر تضوب قول يا أفري طبعا يعني أي مسلم يكون لي باب إذا دخل المجلس فليركع ركعتين. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه وحباب يهي يعني إن السنة هي لبرك عدد روح إنه تكذو مساجد وكوت تكذو لمن روح قدم من سفر سفر كصوغلي أول قدومه مرك وقه رئيس وصوغل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحلو كنت وحانها مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن السعودي في غزاة دولان فأبدأ بي وحا إلى الجابي شملي أو ركي جيبا إلى الجابي وأعيا ونوغي أما واهب سوبي ركو ونوغي وبهذا القرن كرام المرينة يواد علي يواهب سومي فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم نبي قائمي فقال وحلي جابر ما جابر با فقلت وحلي نعم ها قال وحلي ما شأنك حالك أبو محوية قلت وحلي أبدأ علي جملي أو ركي جيبا إلى الضاحي واعيا ونوغي فتخلفت مركزان دين مري فنزل وسودي نبيغو يحجنه اسغو كمودا يكو قد قدينيا بمحجنه اوشيسي محجن هو اول بكورد او كلو افكا كسو قلوعان هلكا كليدا ايو نفكي كغمودي ثم قال وحير نبيغو اركب فول فركبت وان فولي بركدي نبيغا كدعني مركب فيربل فلقد رايته وحانك اكفه اني وكعل علنا يا اورا درتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أنه وكع العلم يوم يعني إنه تشيرنا مع أنك بقي قال إسدنا سعودي رسولك يا جابر قال وحي تسوجت مقور ستقلت وحن نعم ها قال وحي بكرا أم صيبا ما قبل بعد قرستي مسا قروب بعد قرستي ما قبل بعد قرستي مسا عرمل بعد قرستي قلت وحن بل صيبا قروب بعد قرستي قال النبي وحول أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك أفلا جارية قبل ما تقرست تلاعبها كل عيارته وتلاعبك أضل عيارته مع إسلام تقوقي قلت وحنكول ابو يري إن لي وحائيس ابنات أخوات ولا له تضبق قبلود أما سقال قبلود بقى به كانت فأحببت وحانش على استيبو يري أن أتسوج إنا قرسده امرات هويني وتجمعهن قوى أرولسة أو تمشدهن أشن ليس أفيدا أو تقوم عليهن دوشو دا أقمت أو استاكتو أرمه دا ما مشا
عائلة قبل يرهضان أوكيانو مصلحته وحي كيني سامرك إن مدح على إسلقلو سادرت إذا قف كوين وعقل أهانا كوين أيقنا أرورس وأيكو أروران قال وحي أما إنك قديم أدوغو يعني مد يعني قل يا تاهي أو فإذا قديم تمرك أدقشو مقال إذا أدقشو فالكيس الكيس يعني محل لوش إذا الكيس الكيس دلال بوير دلالك دلالك وحكى له إلى هذين علماء يكون فسرًا الكيسة الكيسة يعني ورفك أجو واحد ورفك أجو محله كذا وحرير كي جوجل يدي اجتماعي أجو الولد الولد يعني وحد المرض أجو بولي فرصة ده هيسقطيع قال كل واحد الكيسة وحله كذا بمعنى إنكم عروس بوهايو رفق يا طريتان يعني أيه له كذا لكن لو هذا معنى هراء أياد مودا إن علماء يعني مرك أذو دورنايا ثم قال النبي وحكوا إذا أتبيع جملك أو ركاك ما إيبنسا ما بيعنسا قلت وحرين نعمها فاشتراه مني وحو إيقا إيبسدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأوقية أوقيد بإيقا إيبسدي لا بقول يعني أوقيد بإيقا إيبسدي ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وصوق لي قبل أن قهرت وقدمت بالمدينة مقالة مدينة إن فجئنا إلى المسجد مساجد كأيان أغنمي يعني فجئنا وانمي إلى المسجد مساجد حقي ساني مفوجته وحانه لي نبي كان كهلي على باب المسجد الباب كمساجد كيسو تالي قال وحولي الآن قدمت هدم يتصوغ الشي قلت وحولي نعم ها قال وحولي فدع جمالك أوركاك كتن وفدخل قال مساجدك وفصلي رقعتيني لبا رقع ذوتك وانا محل شاهدك إيه ماشا بابك اللو دليشاني فدخلت وان قالي مساجدك فصليت وان تكذي يعني فأمر بلالا بلال بوفري أن يزن له إنه أولي ميسامه أن يزن له إنه أمي سامه أوقية أوقية إنه أمي سامه فوزن لي وائي ميسامي بلال وبلال فأرجح لي وائي راجحي يعني مرك وائي أوفي في الميزان ميسان كيبو أوفي فانطلقت وانبحي حتى وليت إلى أن جستي فقال وحولي أدعو لي جابرا شابر يغير قلت وحاندي الآن هذا أي يرد علي الجمل أورك يقص علني عوقاتين أورك يلوس علني وعلن لقوا قال ولم يكن شيء شيمان وهين أبقد إلي حقي قالوا على بديه منه أورك حقيس إنه يقص النقط قال وحي خذ جملك أورك قاضو ولك سمنه لعكتي سنوات لي ضحي لعكتي نقاضو أورك نقاضو كي رنبي صلوات الله وسلامه عليه مركا نوع دقالة هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجابر ودقالين هيدو أبيه سا شهيدي يعني مركا أحدكو شهيدي سقال قبلود نواكتري دين نوالغولها نوع قعن قبشا أبي هيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقعن قبانا يوم مركا أوركا كايب سنة يا ويري وعكتي مركي لسي أو قيدي لسيينة أوركا كحيسو كوير النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلقة قادنا يا مركا يعني نبي صلى الله عليه وسلم عليه غاب كصحابي رضوان الله عليهم وأدري لي حاله يا حواش ودن أول السعودي وحكنا لقى هذا يا نبي صلى الله وسلم عليه حوين إذا يعني اللي يرضى يوم إذا جربت عمد والبين وهو الكشاعر تي جربت أحد مرك جابر أو جرس لوح وكشاعر مصلحة حاجة مملكة إذا رضى إمام إنا يعني غيرك أجاسين كيس أنا كوفي عنده تيرد وحلوش هذا حاجة عيارت إيه صفر شذا إيه هدي له يكوره قرآن كمان الأمر كله صفنا لغة سالجية ورد لي يرد لي فهمس طيب هنا كان بكاكو في عن تهاي بالجية أبا مركب مدول بمش يدي بالجو إلى لنا يا يوم أهدافت إيه وشيد إذا جور كله جور سنة يا وين النقطة مصلحة يعني الروح إنه مصلحة كل إيه هاي هدف كيس إيه وشيد إذا سؤال تاين ومضى نبي محمد أو بديه تارنكا يا نسلغا او بديو ادي الله يكوروي عفا يا دورسوني انو كهلو حارانتي ميلو اسكغا الىليو شهوديسا او كوغوتو قف وليبا انو راديو او رغ يا دمر كاميدا غور كانا لبديو ايا لغا فايديسانيا 715 بخاري نو حكورن يا 297 اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.